مكملين مع حضراتكم. نروح لزميلنا العزيز محمود شاكر من قطر يقول لنا آخر أخبار وكواليس هذا المونديال العظيم. محمود مشرف ومنور. تحياتي ليك يا كريم وتحياتي لجميع مشاهدي القناة الأولى في كل مكان، من هنا من العاصمة القطرية الدوحة تحديدا يا كريم. المرة دي بقى طلع لك من قدام الكورنيش قدام الفان فيستيفال اللي في حديقة البدع، وهو أكبر فان فيستيفال. دوبك لسه حالا الفعاليات بتاعت النهارده بتاعت فان فيستيفال خلصت الساعة الواحدة صباحا بتوقيت الدوحة. النهارده تاني يوم يتفتح فيه الفان فيستيفال، ومن بكره ابتداء كان كل يوم بيفتح الساعه 4، ان شاء الله من بكره يبتدي يتفتح الساعه 11. انت عارف يا كريم طبعا ان من غدا هيبقى فيه 3 مباريات كل يوم لغايه دور ال 16. النهارده شفنا الافتتاح المبهر، الافتتاح الجميل، الناس كلها اتفرجت عليه، العالم اجمع وكله يا كريم كانوا مبسوطين منه. قطر النهارده بتقدم رساله للعالم كله ان الدول العربيه تقدر تعمل وتقدر تقارع الكبار في اوروبا وفي كل التنظيم وفي امريكا وفي كل الكلام ده كله. شفنا النهارده ضيوف كبار جدا طبعا تقدموا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فطبعا كان النهارده الافتتاح جميل جدا. ولكن يا كريم كل ده باظ بالاداء السيء جدا من المنتخب القطري اللي كان فيه زعل كبير جدا من الجمهور القطري بعد المباراه، كان فيه سخط كبير جدا زي ما انا اتكلمت معاك قبل كده يا كريم لما كنت معاك في الاستوديو. بيحضروا بقى لهم فتره كبيره جدا، ولكن زي ما يكون الشغل اللي اتعمل كتير زياده عن اللزوم يا كريم اتقلب عليهم، تحضيرات كتيره والدوري كان واقف بقاله فتره كتيره ومعسكرات كتيره، ولكن ضغط كان كبير جدا على المنتخب القطري. مش في اول 10 دقائق ولا ربع ساعه المباراه كلها كان المنتخب القطري سيء جدا جدا. عاوز اقول لك يا كريم ان النهارده منتخب البرازيل الصامبا اخر الواصلين الى مدينه الدوحه، والجماهير يا كريم البرازيليه توافدت النهارده برضو في طيارات تانية جايه من ريو دي جانيرو، وعاوز اقول لك كلهم راحوا عند الفندق بالظبط زي ما الارجنتينيين عملوا مع منتخب الارجنتين، وقعدوا يهيصوا ويشجعوا قدام الفندق. اجواء بدات تحلو شويه يا كريم، انت عارف طبعا النهارده خلاص اول يوم، فبدات الناس تتوافد مره اخرى الى الدوحه بقى بكثره كبيره جدا. وزي ما انت شفت كده يا كريم برضو زي ما عاوز اقول لك المكسيكيين كتروا بشكل كبير جدا. الاكوادوريين يا كريم امبارح بداوا يظهروا بعد المباراه النهارده، لو دخلت الفان فيستيفال هتلاقي الفان فيستيفال كله اصفر، كل الاكوادوريين موجودين جوه. محمود انا شايف طبعا انا محمود شايف جماهير المكسيك ماشيه وراك اهو بمناسبه ذكرك المكسيكيه. عشان تبقى عارف بس. طيب انا عايز اسالك في كل حته. عايز اسالك يا محمود، انطباعات الجماهير المتواجده من جنسيات مختلفه النهارده عن حفل افتتاح قطر النهارده لكاس العالم؟ انا ما اعرفش بقى دول جايين يمسكوك غالبا. لا 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 كريم، الناس موجوده في كل حته. الناس موجوده، الناس النهارده كلها كانت سعيده جدا يا كريم بالافتتاح. البلد تقريبا النهارده زي ما بقول لك كانوا كتير كلهم اجازه. عاوز اقول لك عملت لقاءات واكيد هتشوفوها مع جماهير كتيره جدا مختلف الجنسيات، كل الناس مبسوطه، كل الناس سعيده. الغريب بقى يا كريم والاكثر ان في جنسيات كتيره قوي مش مشاركه في كاس العالم كلها النهارده كانت موجوده، سواء كان مغتربين او سواء جت ناس بتحب الكوره وجت تتفرج عليها. الكل في حاله زي مين يا محمود؟ زي مين؟ زي مين؟ يعني شفت جنسيات؟ يعني عاوز اقول لك مثلا في جزائريين كتير جدا يا كريم، مصريين كتير جدا جدا فوق ما انت متخيل، مصريين في كل حته وهيصه وطبله وزي بالظبط زي ما تكون مصر مشاركه في كاس العالم. عاوز اقول شفت من شويه برضو كنت بعمل يعني من حوالي ساعتين كده كنت قدام فان فيستيفال، لقيت طبله والناس جايبين وعمالين يرقصوا وعاملين هيصه وبيلعبوا كوره وحاطين كده حاجات في الارض قدام الفان فيستيفال وبيلعبوا كوره ولا كانهم موجودين في القاهره. فالجماهير كتيره جدا يا كريم، وزي ما بقول لك جماهير العربيه طبعا هي اكتر حاجه، لان انت عارف ان بلد قطر طبعا من البلاد اللي فيها مغتربين كتير او الخليج بشكل عام. فالاجواء فعلا يا كريم هنا جميله، والجو كمان يا كريم بدا يحلو، الجو بدا يحلو بالليل، بدات الدنيا تبقى بارده. النهارده تقريبا اخر مره ممكن ادخل معاك بنص كم لان الجو بدا يبرد شويه، وان شاء الله في مباريات جامده جدا. محمود الجماهير القطريه بعد المباراه كان الاداء النهارده متوقعينه؟ كانوا متصورين انه دي مشاركه اولى لقطر في كاس العالم فوارد ان ممكن يبقى الاداء مش جيد، ولا كان الاداء صادم شويه زي ما كان عصبيه صادم؟ كان في عصبيه كبيره جدا يا كريم من الجماهير القطريه، كلهم متضايقين جدا من اللي حصل، ما كانوش متوقعين يا كريم. كان في ثقه كبيره عند الجمهور القطري بشكل منقطع النظير قبل الماتش، وكانوا بيقولوا ان اول مباراه هنفتتحها مباراه الاكوادور. زي ما كنت بتكلم معاك كريم الاكوادور فعلا منتخب قوي ورابع امريكا اللاتينيه، ولكن الجماهير زعلانه، بينظموا وبيرتبوا للفريق ده بقى لهم فتره كبيره جدا، ولكن للاسف النهارده كان سوء مستوى مش طبيعي، وكانت اللعيبه زي ما
من اول مره تلعب، مفيش جمل، في عشوائيه في التمركز، كان الاداء سيء بشكل كبير جدا. وطبعا المباراه اللي جايه اصعب، يعني انت عندهم هولندا وعندهم السنغال، وانت عارف طبعا عارف الجماهير القطريه والجماهير الخليجيه بشكل عام او الجماهير القطريه عموما مش بيبقوا موجودين كتير في الفان فيستيفال، ما بيتمشوش في الشوارع كتير، هم راحوا الماتش وكله خرج من الماتشات كله توجه طبعا الى بيوتهم متضايقين وزعلانين. ولكن يعني طبعا هو اول مشاركه لقطر ومشاركه مش سهله، فطبعا يعني بيكتسبوا لسه الخبرات. بس هو كريم فيه زعل جامد قوي وسخط كبير جدا، لان انا عاوز اقول لك من 2010 بيحضروا للفريق ده، من امال اللعيبه دي كلها كانت صغار في سن، عندهم 10 و12 سنه، فكانت صدمه كبيره جدا للقطريين، مش بس بسبب النتيجه ولكن سوء الاداء خلى الناس تحبط ان ممكن يعملوا اي حاجه في المباراه الجايه. يعني لو كانوا لعبوا شويه كوره كده كريم كان ممكن تلاقي ان في امل. طيب، ولكن النهارده كانوا سيئين. محمود، انت بحديثك مع الجماهير العربيه تحديدا، الجماهير العربيه بشكل عام، يعني متوقعين مين المنتخب العربي اللي ممكن يروح بعيد شويه في المونديال؟ المغاربه النهارده اتكلمت معاهم كتير يا كريم، الجمهور المغربي عنده امل بشكل كبير جدا جدا ان المنتخب يعدي الدور الثاني. وعاوز اقول لك موضوع ماتش مصر وبلجيكا ده، كل ما اقف اتكلم مع حد يا كريم اقول له المغرب هتعمل ايه، هل انتوا واثقين في وليد الركراكي ان هو لسه ماسك المنتخب؟ قال لي لا طبعا واثقين فيه، وزي ما منتخب مصر قدر بيكسب بلجيكا احنا كمان هنقدر نكسب بلجيكا وهنتعادل مع اسبانيا ويكسبوا المباراه الاخيره، ففي عندهم ثقه كبيره جدا. يعني انت عايز تقولي دلوقتي ان مباراه مصر وبلجيكا خلت الجماهير المغربيه والمنظومه الرياضيه او المنظومه الكرويه في المغرب سواء فريق او جماهير يبقى عندهم امل ان هم يكسبوا بلجيكا عادي؟ ده حقيقه كريم، انا عملت ثلاث لقاءات مع جمهور مغربي كله بيتكلم بيقول لي انت شفت منتخب البلجيكي ما بقاش قوي زي الاول ولوكاكو مصاب، فهو ده يعني المنتخب الكبير اللي موجود في المجموعه. احنا ممكن نتغلب عليه، مصر تغلبت عليه بمنتهى السهوله، ومصر عملت مباراه قويه، فاحنا نقدر ان احنا نتفوق عليه. وطبعا هم كلهم عندهم امل في حكيم زياش، ان هو طبعا السوبر ستار بتاعهم، عودته مره اخرى. عاوز اقول لك كريم، انت عارف طبعا ومشوا خليزيتش بسبب حكيم زياش، فهم عندهم امل كبير جدا ان حكيم زياش ممكن يعمل معاهم حاجه. وانا بقول لك، وبرده الجمهور التونسي برده كان عنده امل كبير جدا النهارده، برده شفت اتكلمت مع كذا حد لما عرف ان انا مصري، فبيقول لي زاد الجزيري وبيقول لي على علي معلول، فالجمهور التونسي برده عنده حافز كبيره جدا. وبرده الجمهور السعودي برده عملت لقاء مع واحد من الاخوه السعوديين كان بيقول لي يعني اليونان كسبت في 2004 اليورو، فاحنا ليه احنا كمان ما نعملش نتيجه جامده قدام الارجنتين؟ وطلع الراجل الارجنتيني يعني فريق قوي جدا، هو المرشح الاول لفوز البطوله مع البرازيل، قال لي لا مفيش حاجه بعيده، احنا عندنا مدرب كويس جدا، هم عندهم طبعا ثقه في نيمار. فان شاء الله باذن الله التوفيق اكيد يا كريم للمنتخبات العربيه، خصوصا لقطر النهارده بصراحه يعني خيبه الامال كلها بصراحه للناس. ان شاء الله الامور بالنسبه لقطر تتحسن في المباراه اللي جايه. انا عاجبني جدا ومبسوط جدا ان مواجهه بلجيكا زي ما فرقت احنا معانا معنويا كمصريين، فرقت كمان معنويا جدا مع المغاربه. نتمنى لهم كل التوفيق، المغرب وقطر وتونس والسعوديه باذن الله يعملوا اداء رائع جدا في كاس العالم. محمود، انا مبسوط جدا بالشغل العظيم اللي انت بتعمله، بشكرك شكرا جزيلا، ودايما مجهود مشكور منك. استمتع بكاس العالم واحنا مستمتعين بيك هنا.